بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ سورة الأعراف سپارے کر کو نمبر 8 سورة کر کو نمبر 18. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. یہاں عین اور حمزہ میں فرق کرو. وأعجلتم نہیں بہت رہی نا ادھر أعجلتم أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر إليه قال ابن أعجلتم أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت. يا لبدا فلا تشمت. صحيح پڑھو سختی سے پڑھو ایسے منہ ڈھیلا چھوڑ کے نہ پڑھو. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سقط عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.